La célébration de cette journée offre l'occasion de mieux connaître et apprécier les autres cultures. إن الاحتفال بهذا اليوم يعطينا فرصة للتعرف أكثر على التنوع الثقافي والثقافات الأخرى والتعرف على الاختلافات واحترامها باعتبارها أساس حقيقي لهواياتنا. التنوع الثقافي هو حق جوهري يعطي فرصة للتخلي عن النزاع حول الهوية في كل المستويات. قطاع وزارة الثقافة وترقية التنوع سيكون في صميم المصالحة والإجراءات المرحلية في جميع القطاعات والنشاطات الأخرى التي من شأنها الحوار فيما بين مختلف التجمعات. ومن خلال توجه الحكومة الانتقالية سيتم تنفيذ عدة إجراءات لصالح الحوار فيما بين الثقافات، منها تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال التعبير الثقافي والفني، تنظيم ندوات ثقافية لإنجاح الحوار الوطني الشامل. من هذا المنبر أدعوكم للاحتفال بزرع التنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية وقبول الآخر والمساهمة في وضع أسس الأمة الجادية.